شيخ الشهداء، وفارس الصحراء عمر المختار، بطل الجهاد الذي وهب حياته فداء لوطنه واستشهد وهو يقارع الاستعمار الإيطالي الذي أيقن منذ اللحظة الأولى أن المختار هو الرأس المفكر والقلب النابض للثورة العربية في برقة. ولد المختار في عام 1862 في قرية على الساحل الشرقي لليبيا، وكان أول بروز له في ساحة الجهاد في عام 1911 عندما احتل الإيطاليون بنغازي وأصبح قائداً للمجاهدين في إقليم برقة، وشهدت الصحراء معاركه التي سطر فيها الشهداء بدمائهم أروع آيات العزة والجهاد. وبالرغم من تحقيق الطليان تقدماً كبيراً في ليبيا بعد أن ضربوا الحركة السنوسية في عقر دارها جغبوب، إلا أن المختار ظل يجاهد على الرغم من سنوات عمره التي جاوزت 70. وبينما كان يستطلع مع 50 من فرسانه قوات العدو في أسلنطة جنوب البيضاء، فوجئ بقوات ضخمة منهم ودارت معركة غير متكافئة، استشهد خلالها معظم فرسانه، وسقط المختار مثخنا بالجراح وأخذ أسيرا، ثم عقدت له محكمة سورية قضت بإعدامه. ويرحل شيخ المجاهدين عن عمر ناهز 73 عاما شجاعا أبيا في وجه قاتليه الذين توهموا أن وفاته ستفط في عضد المقاومة، لكنها كانت وقودا أزكى الثورة التي انتهت بانسحاب الاحتلال الإيطالي من البلاد في عام 1943. رحل المختار وبقيت كلماته الخالدة إلى المحتل: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي.